فنحن الهدف هون نكمل مراجعة أو نحكي عن الماجنتيك سيركتس. حطينا أنالوجي، إيش يعني أنالوجي؟ أنالوجي تشابه ما بين الدائرة الكهربائية عندي هون اي ام اف الكتروموتيف فورس هو الدافعة الكهربائية، إيش وحدتها؟ فولت. وعندي هون المقاومة شو وحدتها؟ اوم. وبنشر عندي كرنت، مضبوط؟ إيش وحدة الكرنت؟ امبير. أو بقدر أقول عنه كمان كولومز بير سكند، مش هيك؟ نفكر فيه بطريقة ثانية، كولومز بير سكند. يعني لما يكون في عندي دائرة فيها تيار 1 امبير، معناها كل ثانية قديش بمر فيها؟ كم كولوم؟ واحد كولوم، تمام. إذا واحد كولوم بير سكند هي نفسها 1 امبير، كولوم وحدة ايش؟ الشحنة. وايه وحدة؟ غير وحدة التيار. هذه مقابلها، كان يفكر فيها مقابلها. لو عندي انا هون دائرة مغناطيسية في عندي فيروماجنتيك كور، فيروماجنتيك يعني قابل للنمط أو يعني زي كأنه حديدي. لو عندي أنا هون جبت مجموعة من اللفات ولفيتهم وكونت فيهم، هي برجع لليد اليمنى. اليد اليمنى إذا مر عندي تيار في كويل بهذا الشكل بتكون ماجنتيك فيلد سترينث بهذا الاتجاه، ماجنتيك فيلد سترينث بهذا الاتجاه، هاي راح اسميها ام ام اف، ام ام اف اختصار لايش تتوقعوا؟ هاي كانت الكتروموتيف فورس، هذه اختصارها ماجنتوموتيف فورس، ماجنتوموتيف فورس راح امرر فيها تيار وعلى حسب عدد اللفات الام ام اف هاي راح نرسل هذا الرمز، الكتاب بيستعمل هذا الرمز بدي احاول استعمله هو اف بس مكتوبه بشكل F اللي هي الماجنتوموتيف فورس وحدتها امبير تيرمز. شو يعني امبير تيرمز؟ شو بقول لك هذا؟ وحدة الماجنتوموتيف فورس هي امبير تيرمز. امبير واضحة مش هيك؟ شو يعني؟ التيار هذا هي اللي ماشي هون، طب والتيرمز؟ عدد اللفات. ولذلك افتح محول، مين عنده محول صغير جبناه المرة الجاية نتفرج عليه؟ حتى تشوف تقدر عدد اللفات الهائله الموجوده في المحول، اذا حب بلاقي محول صغير جيب لنا اياه، هذه عدد اللفات هنا، لاحظوا هذا التيار شايفين كيف بلف بهذا الاتجاه؟ مختبر اذا بعطيني، اذا بحاول يمشي ماجنتيك فلوكس بهذا الاتجاه او بتتكون ماجنتيك فيلد سترينث بهذا الاتجاه، الام ام اف هلا راح مين راح يقاوم؟ هلا هاي الماده هي عباره عن ماده فيروماجنتيك في داخلها في دومينز بنسميهم دومين او مولكيولز، هدول الهم اتجاه مغناطيسي، هو عباره كانه بوصله صغيره جدا، كل جزيء او كل دومين هو عباره عن بوصله صغيره جدا، ممكن اذا ما فيش عليه مغناطه شو وجه اتجاههم؟ ران. يعني هاي الماده لو طلعنا في داخلها ماده فيروماجنتيك رح نلاقي انها مقسمه اللي بنسميهم دومينز مش مربعات، يعني طبعا احنا بس برسمهم بهذا الشكل، وكل واحده فيها راندوملي الجزيء اللي موجود فيها هذا فيه له كانه هو ماجنت صغير جدا وراندوم، في الحاله العاديه ما بحس انه فيه له، فيش فيه مغناطيسيه، لكن لو انا قدرت بطريقه معينه اوجه هدول كلهم بالاتجاه نفسه شو بتكون عندي؟ بصير عندي ماجنت. فهذه الماده هلا سهوله المغناطه، سهوله مغناطه الماده ايش عبرنا عنها؟ متذكرين؟ اللي هي ايش؟ علي صوتك. بيرميتيفيتي، البيرميبيليتي. البيرميبيليتي هي وتفسير ترجمتها شو كانت؟ النفاذية، مش هيك؟ النفاذية. إذا المادة سهولة مغناطة المادة، يعني سهولة إنه هذول الجزيئات الصغيرة جدا كلها تتجه بنفس الاتجاه وتكون فيلد. هاي هي البيرميبيليتي. إذا هاي المادة هون أنا راح تحاول تتمغنط تتكون عن الإم إم إف، إيش بيقابله هون؟ إذا شو بدي أقابل آر هون؟ قابلها إيش اسمه الريلاكتنس. الريلكتنس هي مقاومة المادة هاي للمغناطة، مقاومتها للام ام اف للماجنتوموتيف فورس. شو بتكون عندي؟ ايش بتكون عندي هون؟ كرنت هون بتكون عندي بنسميه فاين اللي هو ماجنتيك فلوكس. الماجنتيك فلوكس كل ما هذه المادة تمغنطت أكثر بصير في عندي كأنه استجابة بتكون ماجنتيك فلوكس. شو بتتوقعوا إذا المعادلة هون راح تكون؟
شو معادلها؟ بالنا سوري عندي في او يعني في على ار هاي ايش هذا القانون؟ تقابل زين ايش هون؟ ام ام اف او بنحطها بالشكل هذا على ار على الريلاكتنس نفس الفكرة تمام ما فيش عندي كارنت هون طبعا في عندي ماجنتيك فلكس شو يعني ماجنتيك فلكس يعني لو انا اجي قلت لك جيب لي مايكروسكوب وانت تطلع على القطعة الصغيرة من هاي الماده الكور هذا اللي موجود هون راح تلاقي كلهم شو عملوا بنفسهم رتبوا حالهم بنفس الترتيب يعني هل هيك هم راندوم بعد شوي لما يزيد الماجنتيك فلكس راح تلاقي مثلا مجموعه منيحه منهم بدوا يتجهوا وهذول لسه راندوم بعد شوي لما بزيد الماجنتيك فلكس شو بصير؟ بوصل لمرحلة كلهم ماشيين مش كل المواد المادة اللي هي فيروماجنتيك زي ايش حكينا امثلة على مواد فيروماجنتيك؟ حديد وكمان متذكرين المادة الثانية النيكل والكوبالت النيكل والكوبالت في مواد صناعية صنعها الإنسان فولها الإنسان إلها نفاذية عالية جدا إلها فيروماجنتيك عالية جدا لاحظوا هاي المادة صار فيها فلكس عالي لأنه كلهم جهزوا حالهم لهذا الاتجاه، طيب شو بتتوقع لو أنا طفيت التيار منهم شو بصير بهدول؟ بيرجعوا في شيء منهم بروح وفي شيء منهم بضل بتمرض بتمرض تمام، حتى أرد ألغي هذا بدي أرد أعكس عليه شيء ثاني، في هاي خاصية بضل في نوع من المغناطيسية في المادة إذا هدول حتى لو شفت الآن التيار منهم بروح شوي بس في منهم بضل، بضل في عندي شوية ريزيجوال ماجنتيزم بضلهم موجودين في المادة، إذا هذا قانون مهم قانون مهم بقول انه هذه الماجنتيك فلكس اللي بتكون عندي هون بتناسب طرديا مع ال ال اف وكل ما زدت التيار هون كل ما زدت عدد اللفات بس شو بتتوقعوا يصير لما بدي بزيد الكرنت هذا بضل ازيد فيه شو راح يصير عندي هون؟ يعني قلت انا لسه بدي فلكس اكثر شو رحت عملت هون؟ زدت الكرنت او زدت عدد اللفات راح يوصل درجه من الاشباع تمام احسن الاسم ساتشوريشن ايش اسمك؟ سعد سعد تمام شو بدنا سعد راح اوصل مرحله الساتوريشن هو هذا بقول لك يا اخي انا ما بضرب فش كلهم انعملوا بنفس الاتجاه صحيح راح اوصل مرحله مهمه وهي نقطه مهمه جدا في الماشينز اسمها ساتوريشن خلص وصلت ساتوريشن مش راح تكون عندي فلكس اكثر من هيك لو ضلك تزيد التيار خلص في النهايه بوصل درجه الاشباع كل الدومينز هذول اتجهوا بهذا الاتجاه اوكي واضحه هذا اللي هون الفكره هاي لحد هون اذا احنا بدينا هون من راندوم زدنا شوي الكرنت بدأ يزيد بدأ يتحسن هذا بدأ يتكون عندي فلكس بدأ هدول يتجهوا يوجهوا هذا مش كلهم رديت شديت أكثر كمان وشديت أكثر وصلت لمرحلة من الإشباع صار الزيادة مش رح تعمل لي يمكن يضل واحدة من ألف هذا مش متوجهة توجه حالها فالاستجابة اللي بجيبها أقل بكثير من الكرنت اللي أنا حطيته فوصلت درجة من الإشباع ما رح يصير في عندي فلكس زيادة حتى لو أنا زدت الكرنت اللي موجود أوكي ماشي هذه تشابه مهم جدا وهي أساس الدواء المغناطيسي وكل ده كل ماشين من الماشينز راح نحكي عنها في هذا الكورس فيها دائره مغناطيسيه اساس عملها دائره مغناطيسيه المحول هو في دائره مغناطيسيه المحرك كل المحركات راح نحكي عنها في دائره مغناطيسيه كل الاساس عندي حتى احول قوه انا في 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 الماشينز شو بدي اولد بدي اولد تورك حتى يتولد عندي تورك بده يتولد فورس حتى يتولد عندي فورس لازم يصير في عندي ماجنتيك فلوكس كل اساس الماشينز هذا مبني على اساس الدائره هاي اللي موجوده هون الماجنتوموتيف فورس وحدتها امبير تيرمز طيب الفلكس شو وحدته مين بيعرف ماجنتيك فلكس ويبر تمام احسن مين اللي حكى ويبر شكرا ومين هي اسم العالم اظن بالنسبه لماكس ويبر ويبر او الالماني كانوا بيوصوها بيبر ما بعرفش هذا بس هي دبليو بي هي وحده الماجنتيك فلوكس اذا وحده الماجنتيك فلوكس هي ويبر وحده الماجنتيك فورس هي امبير تيرمز بتكون عندي فلوكس من هون هذه تشابه مهم جدا هلا راح نحكي بتفصيل اكثر شوي راح احكي عن الماجنتيك موتيف فورس والفلوكس هذا اذا سمحت